بسم الله. صباح الخير عليكم جايز، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين لاباس ان شاء الله. فلوق معايا، دوزوا معايا نهار كامل. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نمشي للحمام. كيعجبني نمشي للحمام مع ديك 8:30 ديال الصباح، تيكون خاوي كنطرو لاكسا فيه، تيعجبني البنات. اول حاجه غنديروها هي البخاخ لشعرنا. شوفوا البنات قربي تسالا، ديجا كان عامر، ديجا شاركتو معكم البنات. شفت لا فيديو غنخلي لكم هنا لا مينياتور، وغنخلي لكم لو ليان في صندوق الوصف، دخلي تفرجي كيفاش كنعتني بشعري مزيان. ندير شويه هنايا باش نمسط مزيان، وكاع اللي ما وصلوش الماء غادي يوصلوا الماء بهذا. بارك البنات كافيني حيت كنديرو كل نهار. عرفتي البنات الفوائد اللي في هذا البخاخ؟ راه ما نعاودش لكم، راه الا ما اعتنيتوش نتوما بشعركم راه ما كاينش اللي غادي يعتني لكم بشعركم. شوفوا تبارك الله كيفاش الخلف بدا كينوض ليا. هاد البلاصه البنات راه كانت عندي كلها خاويه، الا رجعتوا الفيديو يديت شحال هادي غتلقاو هاد البلاصه كلها خاويه. شوفوا تبارك الله كيفاش الخلف تينوض. شوفوا هنايا البنات، شوفوا هنا هاد البلاصه دابا عقلوا عليها، وان شاء الله من بعد ما غتبقاش. يلا هاو ديرو البخاخ انتما. شوف شتو واخا يتقاس ليا كبوطي ماشي مشكل، حيت غنمشي دابا للحمام. اما البنات بقاو ديرو شي فيطه باش هكا ما تقيسوش. دابا غادي نستعملو هادي البنات باش تمص ليا شعري مزيان. طب ضروري يا البنات، انا كنقولها لكم خذوها، راه كنت خديتها ب 10 دراهم عند داك الراجل اللي كنخدم عنده المكياج في سوق مبروك. نجمعوا شعرنا. انا البنات كندي هاد لاستيك للحمام حيت كنلقى براتيك، ما كيفتكش ليا او ميم طون ما كيطيحش ليا شعري. والبنات ما كنديرش انا غير هاد البخاخ، كدير لينا ماما الله يخليها لينا يا ربي واحد الخلطه نيت بهاد البخاخ، كنزيدو عليها السدر واقيله، هي دايره بحال الحنه البنات، كنديروها في الحمام. الا بغيتوني نشاركها معكم ان شاء الله قولوها ليا. دابا البنات غادي نشارك معكم بيجامات خديناهم انا ويسار البارح من عند واحد المراه حلات لا بوتيك ديالها هنايا. فريمون عندها شي بيجامات وعبايات، المهم داكشي كيخص المراه كيحمق البنات. حيت انا مشيت للمدينه انا ويسار وشفنا بيجامات وما عجبوناش، جاونا شويه ما عرفتش ما ارتحت لهمش وما عجبونيش، ففاش جيت عند هادي حمقوني. انا غنشارك معكم شنو خديت انا وشنو خدات يسرى. نبداو بيا انا، خديتها في الغوز بيبي بحال هكا، شكيلها ما داير مطلعش. يلا خرجوا انتما شوفوا كيفاش داير. انتما شوفوا الفوقاني ديالها كيفاش كيحمق، وطويله ولا البنات ما قصيراش، شفتوا كتحمق لا كاليتي ديالها البنات كتحمق، عجبتني. شوفوا راه ماشي اشاره باش نقول لكم، غير كنبغي نشارك معكم داكشي اللي كناخذ وصافي. هذه البنات كانت دايره ب 230 درهم، خليتها ليا ب 190 درهم. اجي نقول لكم خصكم ضروري خصها تشاطر. كانت معنا ماما الله يخليها لينا، هي اللي اختارت لي هادي، قالت لي انا غير شتا عجبتني قلت غناخدها، وماما اكدت عليا. و سروالها داير هكا، خديتها بوفون شو زعما ما مزيراش. شوف كيفاش دايرهم، شو لا كاليتي، فنه كتحمق. غنوريكم دابا شنو خدات يسرى. خدات يسرى شكل مغاير عليا، وخداتها في البلون كاسي، حتى انا عجبتني دي يسرى. منها البنات يسرى كتبان بحال سيغفات، ما كتبانش بيجاما، هذه اللي عجبني في ديال يسرى. شوفوا الفوقاني ديال يسرى كيفاش كيحمق، هادشي شوفوا لا كاليتي كيفاش دايره، وشوفوا هذا الفوقاني كيفاش كيحمق. شتي البنات، حيت انا يسرى راه ما عندناش البيجامات بزاف، او ميم طون الا بغينا ناخذ شي حاجه كناخذوها تتكون زوينه. وها سريويلها كي جاتك يسرى ديالك، عجبتك؟ عجبتني. هادي البنات شحال كنديرها يسرى؟ شوف البخي ديالها، ما قلتش المهم البنات خلاتها لها وقيلا كانت دايره ب 190 وخلاتها لنا ب 160، ولكن كتحمق. شوف كيفاش دايره سروالها،
يعني كتبان بحال شوربات، تقدري تزيدي عليها ان مونطو وتخرجي. ديالي ما كيصلحش انك تمشي تخرجي بها للسويقه ولا تمشي تقدي بها ولا شي حاجه، مي هادي عادي الا خرجتي بها. قولوا لي في لي كومونتير شكون اللي عجبتكم اكثر، وخليني دابا نمشي نجمع حويجات الحمام. البنات خبرت عليكم، راه دابا شي 6:30 وعارفه راسي ما صورت لكم والو، ولكن غندير لكم واحد ستوري تايم شنو وقع ليا. المهم مشيت للحمام تغوراكسيت جو بونس غسنا شي 4 السوايع، عرفتو غير كندخلو الحمام كنساو راسنا. المهم خرجت كنت عواله انا ويسرا نصايبو شعرنا، علاش؟ لانه غنتستركو مع غدا ان شاء الله، غادي نسافرو ان شاء الله، غدا غندير لكم فلوغ. وقلت غادي نصايبو عند هكا الكوافوره بلا ما نصايبو في الدار، لانه راكم عارفين فريمون جينا عيانين وعوالين نمشيو نتفرجوا في الماتش ديال المغرب، دونك ما قلت ما غاديش يقدني الوقت. ولاول مره بقيت شي 7 سنين ولا 8 سنين ما مشيتش عند الكوافيره، ديما كنصايبو في الدار وكنوريكم باني كنصايبو حسن من الكوافيره. واليوم تاكدت البنات هو انني مشيت تصوروا معايا، مشينا عند واحد الكوافير مولفه كنصايب عندها شعري من كنت صغيره، كنعرفوها مزيان مزيان، واصلا حدانا هنا في المنصور. شتي هذيك اللي صايبت عندها لي فوسيل، هذيك اللي صايبت عندها لي فوسيل كاينه في الرون بوان، وجاتني شويه بعيده مشيت على الرون بوان، دونك صايبت غير حدانا هنايا. مشيت عندها قالت لي انا غبرتو داكشي، المهم كنعرفوها تصوروا معايا. صايبات الاختي شعرها ما كملاش 5 دقائق، بحال دارت ليها غير توشينغ، حسبات لينا انا ويسرا 25 درهم 25 درهم هي هذيك، وقالت لها واش غادي ديري البلاك؟ قلت نورمالمون بروشين خصو يدار البلاك، وقيلا ما مهم ماشي مشكل. دارت ليها البلاك، خرج ليها شعرها حالته حاله ما نكذبش عليكم، وانا ما حملته ما قبلته. طلع ليا حيت بحال زربت عليا، واش غنقول لكم؟ عرفتوا بحال كتعامل معايا بعنف. ما بغيتش نخسر معاها حيت انا واحد الانسان، انا واختي ما كنقلوش الاحترام، واخا انه من حقنا نهضروا، ولكن قلت منين كنعرفوها ما بغيتش نزيد معها في الهضره وداك الشيء. مهم تعاملت معي صراحه بعنف، عرفتي كتهبط لي شعري، حتى كنحس بالزغبه ديالي غطير، وشعري ما تصايبش مزيان، دونك يعني دغيا صايباتو ليا ودارت ليا البلاك طق طق طق. وخرجت جيت معصبه، قلت ما غاديش نعاود نمشي عند شي حدا نصايب، ما كذبش عليكم بارفو ديال المعرفه وكيصدقوا خايبين. المهم جيت للدار عاد عاودته بالبلاك، راه باين شويه هابط هانتوما، والله حتى عاودته بالبلاك البنات من اول وجديد، لانه بحال غير زربات ليا على شعري وما عجبنيش الحال. قلت حشومه زعما بنادم كتعرفيه ويعني غتخلصي، راه ماشي غادي تصايبي لا فابور، خلصتها انا واختي وما صايباتش لينا مزيان، دونك ما تبقوش تثيقوا، انا نقولها لكم. وندمت قلت كون هي صايبتو في الدار، عاودتو. غادي نجاوب على واحد الكومونتير، قالت لي ساره واش فايته درتي الكيراتين؟ انا صراحه ما عمري درت لا كيراتين لا بروتين، ما كندير والو، عكس شعري هكا طبيعي البنات. راه عاد زاد ما بقاش رطب كي شحال هادي، حيت راكم عارفين اكثريه ديال البلاك وشي شوار كيخرجوا على الشعر. وصافي هادشي اللي كاين، دابا غادي نمشيو نتفرجوا في الماتش. ديجا يسرا سبقتنا لهذاك الريستورون ديالنا دابيلا، تما فين غادي نتعشاو و اون ميم طون غنتفرجو في الماتش. يلا جيت ريدي ويد مي، اختاريت نلبس شي حاجه كونفي لانه في الليل و ديجا غادي نمشيو للريستورون، دونك ما كاينلاش نلبس جين وحتى بانس ما قداش عليه، دونك غادي نلبس السورفيت في النوار، هي كتجي اوفر سايز، كنت خديتو من البال البنات، راه ديجا شاكتو معاكم هادي شحال انا ديما لبستو وديجا سخون، دونك غادي نلبس تحت منو كولون. ديجا البنات راه طيب، يلا نلبسو فلو او. غادي نلبس هذا البنات تريكو في البيج، حيت مع الليل البنات راه البرد ما نعاودش ليكم، دونك غيجي حسن. شوفوا البنات لي بوت اللي كنت قلت لكم في الفلوغ اللي قبل كنقلب عليهم واخيرا لقيتهم، هما الصراحه كنت باغا اوغ، مي هنا في مكناس قلال 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 اللي كيبيع شي حاجه دو كاليتي، كنلقى غير الميتاسيون الميتاسيون مفروطين البنات. لا كولور ديال هذا ماشي بحال ديال هذا،
وخفافين وما عجبونيش، وحتى الثمن 4000 دونك ما خديتهمش. هذا مشيت خديتهم قدام سوق مبروكه، واحد كيبيع هذا الشيء، واحد لابوتيك فيها لي بوط، فيها اي حاجه البنات سيكان وداك الشيء. وحمقوني البنات، شوفوا لا كاليتي ديالهم، ما نعاودش لكم خطيره. انا راه بالضبط الا ما كانتش لا كاليتي ما كنشريهاش. هادو البنات خديتهم ب 200 درهم، كانوا ب 250 وهو خلاهم ليا ب 200 درهم. شو كيفاش دايرين، شو لا كاليتي البنات وغلا الضين، دونك هما اللي غادي يجيو معايا. هزيت البنات هاد الساك وغندير هاد لو كاب، غادي تجي الاوتفيت زوينه. بالنسبه لبنات الميك اب غندير لكم عارفين بلاش وداكشي، ويلا نخرجوا نتلاقاو برا. جينا عند جداتي نسات نبدلها، دونك جبناهم ليها وموريتكمش الاوتفيت. دونك من هنا نوريتكم الاوتفيت كيفاش جاتني. شوفوا جات كتحمق، ديجا لابسه واحد البول ديال سخون في المارون، دونك ما غيجيني لا برد لا والو. المهم يلا اول حاجه نديروها هي نجمع البيت، حيت ان شاء الله غدا غادي نسافروا، بغيت نخلي البيت نقي، البيت مجموع. فيلا ليتس جو. دابا البنات غادي نديروا النايت سكين كير ديالنا، بيان سور خصنا نحيد المكياج، غادي نحيدو بزيت جونسون و هاد ديال كوتون بيس. هانتوما شوفو، واخا غير البلاش درتو ولكن هادشي مخصوش يبقى في الوجه. تاني حاجة غادي نغسل وجهي بلوناميتو و بأفون. واحد البنت كانت سولاتني قالت ليا واش يمكن نستعملها، حيت البشرة ديالي دهنية وين بحال هكا كانت لا كيسيون. انا صراحه ما مأكداش لانه كنستعملها انا اختي يسرى وبارفوا ماما، وحنا لابو ديالنا ساش، دونك واش تلاقي لك انت يا لابو دهنيه، والله ما مأكده. ولكن هي البنات ما غادير لكم والو، يعني انا اللي عارفه كل ما كدير والو كتنقي وكتبيض. تقدر الا درتيها انت تولي لابو ديالك ناشفه، هادشي اللي عارفه. الا بغيتي تاكدي سيري عند شي بارافارماسي وقوليها لا جو بونس كو تفيدك. هاد قصة يعني مولي ما زدوهاش هادي لا باهو جيرا البنات بان دو بوش، عرفتو مبعرفتش كيبقى عليا، دخلت ليا شي حاجة وكنغسل وجهي والصابون، راه فغيمون كدمع وراسي بدا كيضغني. بسم الله غادي نكونو سالينا ماي سكين كيغ ديالنا. أدومين إن شاء الله. صباح الخير عليكم جايز، كي صبحتو مزيان؟ هذا النهار الثاني، حاولت انني نكمل لكم الفلوغ باش هكا ما يجيش الفيديو قصير، فان شاء الله غادي تمشيو معايا للرباط. صراحه كاين سبب حتى وصلت تما وغادي نقول لكم شنو كاين زعما علاش مشينا. اول حاجه درتها هي نط صليت فطرت ودابا جيت باش نلبس حوايجي. لبست هاد لو اوف نوار ديجا كنت عليكم، كانت جاتو ليا ماما، وفي الموب برا سخون. لبست هاد البلازير لي تاهي سخونه، كنت خديتها من البار ديال افرام. لبست معاه هاد البانس لي اون ميم طون كيجي كونفورتابل وكونفي البنات على ودي، حيت الصفر ما فيا فريمون لبس شيتين. ولبست معاهم لي بانتوف ديالي البيج. في الساك غندي هذا البنات، غيجي ماتشي ماتشي مع البلازير السخونه. انا ما عرفتش كنقول لي هادو البنات ما فاش كيكونوا سخان تنقول لك بلازير ديال الصوف ولا ما نعرف، مي فريمون لا كاليتي خطيره. وفي الكاب غادي ندي هاد البيج البنات باش يجي مع لي بوط بيج بيج. المهم تنوريكم اللبسه كيجي في الاخر. دابا غادي نشارك معكم نضارات كيحمقوا البنات فنين. انا صراحه البنات ما عمري درت شي نضاره وجاوني،
ديما اما ما كيجيونيش من التحت اما كيما كيجيونيش من الفوق اما تيجيوني خارجين من الجناب حيت ما حيت نورمالمون دابا خصك ديريهم على حسب الوجه ديالك كيفاش داير واش مدور واش عندك هاد البلايصه قول لي في لي كومونتير كيفاش غيجيوني وديجا البنات راه ماشي بلاستيك شتو كيفاش جاوني انا حمقوني يا البنات نخلي لكم نتوما تقولوا لي منين خديتهم والثمن باش خديتهم شتو كيفاش جاوني كحمقوا البنات حماقيت عليهم وديجا لا مارك معروفه هانتوما تيقول لها بيلغاري واقيله مهم معروفه لا مارك كتحمق حمقوني يا البنات شتو كيفاش جاوني جاوني كلاس اول ما انا غندير شي نضارات وغيجيو معايا وغنرتاح فيهم دابا غادي نهبط غادي ندير الميكاب لتحت غادي نحاول نجمع صنبالتي داكشي اللي غادي ندي معايا حيت غادي نكسو انا بيوصا غي دو جوغ انا وصا غنكسو دو جوغ وغادي نشوف حنا وصافي يلاه معايا ان شاء الله حتى نوصل تما وغادي نقول لكم التفاصيل غنديرو بارفان ديال عمران لوكين ريو كتعجبني يا كتجيني البنات بارده هي اللي غندي نيت معايا البنات عرفتو ديما حنا اون غوطار تصوروا معايا نضنا مع ديك 7:30 ودابا راه عندنا تران مع ديك 10:30 ودابا 10 القسمين وديما حنا معطلين المهم يلاه معايا ان شاء الله نلقاو طاكسي هنايا لانه الطاكسيات هنا في النص ما كاينينش هاي الاوتفيت عرفتو الساك عندي مطرطق انه ديك النهار ديت الكارطاب دابا ما قديتش ندير الكارطاب معايا المهم يلا خرجت هنا لبرا باش نهضر معاكم حيت غادي تشوفوا شي لقطات ما غتعرفونيش فين جيت سوجيت انا وماما واختي وخالتي جوهرة جينا عند طاطا امينه ديجا عاودت لكم عليها هي اختي جداتي وكنت قلت لكم فواحد الفيديو في الصفر هي مريضه فاش كنت جيت عندها المره الاولى كانت دارت واحد العمليه على القلب الحمد لله والشكر لله انها ولات مزيان فقررت دير صدقه وعيطت لينا طاطا باش نجيو نحضروا هنايا معاها فداك الشيء علاش قلت غادي نشارك معكم يعني فاش كيكون فاش كتكون صراحه الفرحه كنشاركها معكم فاش كيكون الحزن ديالي كنشاركو معكم دونك غادي تشوفوا معايا يا ربي تخليها بصحتها وتخليها ديما مرتاحه لانه الصحه ضروريه البنات ومهمه في هذه الحياه والله البنات يعني اي واحد فاش كيمرض كيعرف من بعدا ان الصحه راه هي كل شيء حتى حاجه ما كدوم غير الى صحتك هي الاولى هي اللي خصها تكون عندك وتكون مرتاح فالحمد لله والشكر لله وتجدتي قلت لكم كانت هنا في الرباط درت واحد العمليه على جلاله العين الحمد لله ولات مزيان وبخير اجا حبيبي تبان معايا اهلا شي كلمه للمتابعين شنو تبغي تقول لطاطا امينه ايوا الله يخلي لها صحتها يا ربي امين الله يخليها لينا امين يا ربي الله يحفظها امين والله يسترها امين كي داير يستركم حتى نتوما الله يحفظك حبيبي خليو لي في لي كومونتير اول مره غنوريكم حبيبي في الفلوغ فشنو تبغي تقول لهم يدعموني ديما لايك لايك والبارطاج ديما 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 ساره ديما يسرى الله يحفظك حبيبي شكرا لك بزاف والسلام عليك كنشوفنا دابا البنات غادي نمشيو واحد لا فارماسي هنايا باش غادي ناخذوا الدواء المهمه واحد الفاصمه محتاجها للعين ونرجعوا دغيا ما حد باقي الناس ما كيجيو بزاف تلبسوا
بحال هكا غليم. لا واه لا واه لا واه. صباح الخير جايز، كي صبحتو مزيان؟ المهم غادي تشوفوني هي انا، لانه البارح ما نعسناش بكريش، يمكن حتى شي 3 قل شي حاجه. راكم عارفين بيان سور فاش كيمشيو الضياف خصكم تجمعوا داكشي فراسكم، سيقنا في الليل ما خديناش نبقاو بداكشي هكاك، يعني جمعنا الدنيا داكشي. ولكن الحمد لله دازت صداقه زوينه بزاف و الحمد لله والشكر لله. شنو غادي نقول لكم، لقيتوني غادي عند خالتي ربيعه غندي لها هاد الورد، حيتاش كانوا شي 10 ديال هادوك ديال لي فاز اللي فيهم الورد، وصافي غادي نفرقهم على الناس العزاز وانتم معايا ان شاء الله. انا مشيت هي بالبيجاما عند خالتي ربيعه لانه قريب الحاطه. المهم يلاه معايا غادي نتخرج بالبيجاما ومسوقينش. يلا هو ما نقول لكم دابا حتى شنو واقع ليا، ان شاء الله غير نمشي للدار غادي نشرح لكم شنو واقع، علاش انايا غادي نركب اليوم وماما ويسرى يجيو حتى للغدا. المهم تمشيو للدار، عرفتوا شنو بجوج تاعنا تمشيو عليا. المهم بعدا وصلت البنات، اول حاجه درتها والله الا باقي ما بدلت حوايجي، كنست في هنايا داكشي اللي غادي نديرو في الثلاجه باش ما يخسرش، ونعطي الماكله لينا لان فريمون فيها الجوع. هذه راه ديال لينا والقطط اللي برا، الدجاج داكشي اللي شاط. اول حاجه غنديرها قلت لكم هي نعطيها الماكله ديالها، وصافي غادي نستف ونمشي نبدل الحويجات. ودابا البنات لقيتوني غادي نعس، كنسا كنلعب مع لينا شويه بحكم راكم عارفين فاش كنكونوا مسافرين وكنخليوها دوج وانا في الدار، كنجي كنحاول نلعب معاها باش ما كتبقاش هكا، حيتاش فريمون فاش جيت اليوم حيتاش كيكونوا باش ما تبقاش مقلقه، لانه فريمون كيحسوا فاش كيخليهم شي حد. جيت لقيتها مكتئبه مسكينه مقلقه حيت خليناها ومشينا هاد لي دوج، واخا راه البارح الصباح مشينا وانا جيت اليوم على وديت الدونتيست وعلى وديتها هي فريمون، حيت ما بغيتش نخليها بزاف بوحدها لانه عطينا وليداتها مشاو يعيشوا في واحد الفيرما، فبقات مسكينه بوحدها موالفة كتلعب معاهم، دونك فهاد لي دو جوغ بقات غير بوحدها. داكشي علاش جيت انا، بقات ماما واختي يسرى. نورمالمون كانت غتجي يسرى ولكن مسكينه مرضات، وريتها لكم في الصباح كانت عيانه ضربها البرد من البارح، كانت كتخرج وكتدخل يعني البرد ضربها، داكشي علاش مسكينه ما قداش تجي معايا، فقلت ليها غير جلسي تجي مع ماما ان شاء الله، يمكن يجيو غدا في العشيه او لحد الصباح. صافي هادشي اللي كاين، دابا لقيتوني غادي نعس والله الا ايانا، وقلت ضروري ندير لكم الخاتمه ديال هاد الفلوغ باش ان شاء الله غدا نحطو لكم. دوزتو معايا هاد لي 3 جوغ، تهلاو في راسكم وتسناوني فلوغ جديد، وكيعجبوني لي كومونتير نتاعكم اللي كيوصلوني، اللي بغى يتواصل معايا في الانستغرام وكانوا عنده شي تساؤلات غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا، حيت هو اللي كنتفاعل فيه كثر والناس كيتفاعلوا معايا فيه كثر. وصافي هادشي اللي كاين، السلام عليكم.